السلام عليكم. قدم مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية توضيحات بخصوص النيزك والذي مر أمس في سماء الجزائر وشهد ومضه الضوء عبر عدة ولايات. وجاء في البيان أن الجرم السماوي والذي شهد على الساعة 11:59 هو عبارة عن نيزك التقطته قوة الجاذبية الأرضية ودخل بعد ذلك إلى الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة فوق صوتية. وأضاف نص البيان أن كتلة النيزك قدرت بحوالي 10 كيلوغرامات وقدر ارتفاع الكرة النارية أثناء الوميض الضوئي الأول بحوالي 25 إلى 40 كيلومتر في السماء. وختم البيان: نود أن نطمئن المواطنين أن هذه الظاهرة الفلكية طبيعية وتحدث بانتظام في العالم بوتيرة 10 مرات في السنة تقريبا بنفس طاقة النيزك والذي تم رصده، كما يجدر تنويه أنها ليست لها أي علاقة بالنشاط الزلزالي.